بكم جميعا باسمي وباسم المنتدى البيت العربي الثقافي المنتدى باسم صالح الجعافري الاستاذ صالح الجعافري وعميد التدريب بين حقوق كل الشكر للمكتبة الوطنية اللي بتتيح لنا هيك فرص انه نجتمع فيها باشياء ثقافية وشارك الكتب. طبعا في عالم يتسارع فيه الابداع وتخرج فيه الافكار ياتي هذا الكتاب دره مكنونه كاحد ثمار الجهود المشتركه لمجموعه من الشابات اللذين حلموا بان يكون لهم صوت يسمع يجسد هذا العمل الادبي بتجاربهم وامالهم وربعهم ويعكس التحديات التي واجهتهم في مسيرتهم نحو الابداع. اجتمع هؤلاء المبدعون في منتدى البيت العربي الثقافي للمبدعات. انا طبعا فكرت انه في شابات وشباب وطلع لا طبعا انه في بس شابات. فبعدين لقد اجتمع المبدعون في منتدى البيت العربي الثقافي الذي يعكس تنوع افكارهم وتوجهاتهم حيث تنافد تبادل المعرفه والفكرات واستلهموا من بعضهم البعض يخرجوا بهذا الكتاب الذي يمثل رؤيه مشتركه لمستقبل اخبار الشعب. ندعوكم اليوم للانضمام الينا في اشهار هذا الكتاب لنحتفل سويا بانجازاتهم ولنمنحهم الدعم الذي يستحقونه. ان كل صفحه من صفحات هذا الكتاب تعكس شغفهم وطموحاتهم وتستحق ان تقرا و تحتفى بها. فنستقبل معا هؤلاء طبعا الشباب اللي نشعل شغف القراءة والإبداع. بعتذر منكم وتفضل. ¿Verdad?
وأيضا نكتسب الرمي الخاص بأنها كانت مثال صديق حقيقي ولجميع الكاتبات الفاضلات اللواتي ساعدت في إيصال رسالتنا لجميع النساء. يرجو من الله تعالى أن يستحي ما يساعدهن في حياتهن العلمية والعملية. شكرا لاستماعكم والسلام عليكم. Thank you.
تبعتنا على هذه المشاركة الجميلة. شكرا لتواجدكم هذا اليوم لفصل اجتماعكم. رجعنا فعلا للقراءة والكتابة وللخواطر وللأشياء الجميلة هاي اللي اعتزت فيها. والشكر الأول والأخير للمنتدى البيت العربي الثقافي، أنا بحكي بلساني وبلسانه، إنه هن عم يحتضنوا الشباب والفتيات وعم بيقدموا وبيحتضنوهم بشكل إنه مش المجال بس الشعر، إنه في مجالات عدة، عم نحكي بعدة مواضيع في كل المجالات. أنا سعيدة وفخورة جدا بهاي الإنجازات اللي عمالنا نشوفها من جيلنا الجديد المتحضر. أنا سعيدة فيكم وفخورة فيكم جدا، يعني هاي الكلمة خصوصا لكم يعني. وشكرا كثير للجميع وشكرا لحضوركم. أنا وحيكم العافية. ساجدة ماجد التداوي. بيلسان رامي لافي. لين الخطيب. رنيم صافي.